مرحبا. تتواصل الاستعدادات والتحضيرات للانطلاق الرسمي للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 16 الذي يأتينا هذه السنة من المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، التي رحب أهلها بانطلاق مهرجان له صيت وإشعاع كبير. طونا انت عشة كبيرة لهنا للنزل، تعرف اللي انت هما فما ما يقارب على 150 شخص موجودين لهنا من أكثر من 10 دول عربية. بدأوا يجوا بحثينا من نهار 4 في الشهر، والإقامة متاعهم تقعد حتى نهار 17 ماي، يعني عطونا شاطة هنا وفما حركية زادة مش كان للفندق أما في المنطقة متاع ياسمين الحمامات بصفة عامة. كل عمل من نوع هذا دخل يعني شوية يعني حيوية على النشاط الاقتصادي، وخاصة هنا السياحة الناس تستنى في الأمور هذه، وإن شاء الله يعني تتحسن. كل مرة حاولوا عاملوا اكتيفيتي من نوع هذا، احنا نشوفوها أنها تجيب عباد، تجيب ناس، تجيب ومية دي موفمون. احنا فيه ديما تظاهرات، وديما التظاهرات هذه التظاهرات طبعا هي يعني تعطي صورة أحسن لتونس، وخاصة في وسائل الإعلام. مش تلفت الأنظار برشا برشا دوليا وعالميا إن شاء الله. الثلاثاء هو موعد انطلاق الدورة 16 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الاستعدادات والتحضيرات على مستوى الديكور والبروفات تعدنا بأجواء مميزة. الديكور ان شاء الله ان تو تشوفوه بيان سور ان شاء الله باش يكون حاجه متميزه برشا، حاجه مودرن، باش نخدموا سورتو على لوميير. الافتتاح والاختتام باش يتعدى في اكثر من 6 ولا 7 قنوات عربيه، دونك صحيح مسؤوليه كبيره. التلفزه الوطنيه مسخره مجهوداتها الكل من ناحيه سواء الطاقم التقني. ان شاء الله نكونوا احنا ديما نشرفوا العمل الوطني نتاعنا المتابع مؤسستنا، وانا نخدموا كلنا، واحنا ما عندناش فرق بين مسؤول ولا مش مسؤول. اولاد الكل قاعدين نخدموا من اللي نخرجوا من الصباح حتى لليل، كما تعرفوا كما خدمتنا في التلفزه. شفنا اماكن ديكور باش نصوروا فيهم، قعدنا مع اداره الانتاج ومع فريق الانتاج ومع وتحضيرات في الاداره باش نخرجوا المواد الاوليه نتاعنا، وكانت عندنا تحضيرات زاد غاديك كبيره. شكر كبير لزملائنا في النجارة والمغازات والمصحة كل. عمل يعني عمل جبار، عمل كبير ضخم، متربيين جايين من برا، وواحد ما يخفاكش يزم
خدمة بالقداء، خدمة في مستوى كبير ياسر، مستوى كبير ياسر، وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله ونقدموا حفلات تليق بوجه تونس الجديد إن شاء الله. بالنسبة للبرنامج يكون متنوع، المطربة يسرى محنوش عندها بشتغلني معتها أغاني خليجية تونسية شرقي، المطرب سهير أغاني طربية صباح فخري من نوع ذاك، الدليل أبو آمنة بشتغلني فيروز أم كثوم، معتها كل متنوعة الصهرية بحول الله. بالنسبة للصهرية الأولى والصهرية الثانية فما محمد عصيف بشي غني عبد الحليم أغاني الخاصة. هم فنانون إعلاميون منتجون وموزعون، حلوا ضيوفا على الدورة 16 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ليؤكدوا مرة أخرى دعم المبدعين للأهداف التي رسمها المهرجان والتي جعلت منه فرصة للتلاقي والتنافس والارتقاء بالإنتاجات السمعية والبصرية. إمكانياتهم في التنظيم والتحضير لهذه الدورات، وأنا كل سنة بكون عضو في دورة من هذه الدورات تختلف عن الدورة السابقة. أنا حاليا أعمل في دورة المسلسلات الاجتماعية، وكانت تظاهرة جميلة من دول العربية جميعها، كانت المشاهدة جيدة، وكمهنيين في هذه المجال نجلس لنشاهد جميع المسلسلات ونقيم، نقيم المسلسل حتى نتواصل إلى تحضير برنامج جيد، ونتمنى من جميع الدول بمشاركتهم أن يحصلوا على جوائز ويكونون متفوقين في السنوات القادمة إن شاء الله. ما شاء الله، يعني الله يعطيكم العافية، إشي بفرح، وأنا كتير جد كتير مسرور بالمشاركة هاي، أول مرة بدخل تونس وكانت أمنيتي من زمان أني أدخل تونس، والحمد لله هني جيت وشاركت. أنا أول مرة تنجي لتونس وتنجي لهذا المهرجان، وهذه الدورة كانت مفيدة بالنسبة لي لأنني أول مرة كنكتشف أن الدراما بالخصوص الدراما الخليجية أنها رقات لواحد المستوى، خصوصا على مستوى الأداء ومستوى الكتابة، هذا شيء جديد بالنسبة لي. أما على مستوى التنظيم فأنا حسيت أن كاين احترافية كبيرة في المهرجان، وتنشتغلوا في واحد الجو مريح ومهني. في أعمال طبعا متميزة وعمل يعني، بس المستوى أولا المستوى كويس، وإحنا بنشاهد من ناحية كذا زاوية، التقنية طبعا أهم حاجة، التصوير والإضاءة والمزيكا والإخراج والأداء والسيناريو، يعني من كذا زاوية عشان نقدر نحكم، يبقى تحكمنا يعني صحيح. كل التميز والإشعاع للدورة 16 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، نلتقي في عدد قريب.